ماذا بس كتعجبني الاناقه والجمال و الحمد لله وكنربحوا والو قول الدريس حسين و 365 لبسه في العام راه مكمله راه زمان او كل من الامير كل لبسه كل لبسه في النهار تبارك الله عليك بعدا كتعجبني بعدا انا بهذا الشيء اللي كدير داكشي هذا خذ واحد الرساله الله يحفظك مشاهدون قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء معنا ومعكم الكاتب العربي مصطفى النيري صاحب 365 بدلة في العام يعني الأنيق الأناقة والجمال في مصطفى النهيري غادي يدخل لنا طول وعرض في المشعوذين والسحرة اللي كيتعداو على خوتهم المسلمين سي مصطفى أولاً صباح النور كيف اصبحتي؟ والله الا اصبحت كتشوف الحزن في الوجه نعم نعم بت ليله كوشماردسك نوي جي باشي نوي كوشماردسك بسبب الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الناس في حق الصبيان بالامس في 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 حق الصبيان والصبيات وحيث قتلوا 15 مدنيين بدعوى انهم مسلمون، اليس الحق للمسلمين ان يدافعوا عن وجودهم كبشر قبل ان يكونوا مسلمين او عرب، ليس من حقهم ان يمتلكوا ويدافعوا عن حرمتهم واعراضهم واراضيهم، قتلوا بالامس بعد ان انتصروا على المصريين في حرب 67 منذ 1947 وهؤلاء المجرمون الاحترافون يدمرون المشاجر والحجرات الدراسه على على رؤوس اصحابها منذ وشطبوا اهلها وكنسوا اهلها منذ 1947 وهم يقتلون اخواننا في العروبه والانسانيه وعليهم ان هؤلاء المجرمون الاحترافيين الذين انتصروا على الجيش المصري في 5 يونيو 67 يوم استباحوا دماء العرب عليهم ان يعوضوا ان يردوا ان يكون السلم والمحبه والاخوه وداك الشيء كل شيء تغربيق عبق ديماغوجيا ان يعوضوا المصريين واللبنانيين والسوريين والعراقيين بما في المغاربه الذين ماتوا في حرب الجنه والفلسطيني على راسهم كما اعانهم الالمان بملايير الدولار بملايير الدولار ملايير الدولار تقول ملايير الدولار تقدر تقول ملايير الدولار علاش كتورك على ملايير ملايير الدولار كما عوضهم الالمان بين الستينات وما قبل الستينات والسبعين عليهم ان يعوضوا اخواننا في العروبه والانسانيه هؤلاء المجرمون الاحترافيون بملايير الدولار في مرجع الشعوه دابا هو السي مصطفى نعم احنا ما بقى لنا والو العاشوره يعني واحد نعم نعم الليله نعم اللي للمغاربه كاملين نعم كيحتفلوا بها اشنو الراي ديالك في عاشوره ديال دابا وعاشوره ديال شحال عاشوره في بالامس كانت انت راه في السن ديال 75 سنه تبارك الله كانت انا العام عارفه ما كتعجبكش انا انا لا اذكر ان ابي شرى لي حاجه ولي اخواتي قال لكم كان يوفروا لنا المال ويقول شري الكتب هذه على اخره هي مهرجان وكرنفال وخرافات وخزعبلات يستغلوا منها التجار مثلا التقناويت والتعيساويت تقناويت موكادور كانت تسمى الصويرة صبحت موكادور جديدة مابقاش جديدة وليدي أنا من جديدة صبحت مزاقة هناك ضل في روح العرب والإسلام تقناويت بغيتو تسمعوا لي بيركسيون شوفوا أخت بلاكي لأن أنا جو أنسيان جازمان أخت بلاكي ماكش روس ديف بروفيك تريدون أن تسمعوا دق اما الشيء ديال التحمد وشيء تاع عيساويت كانوا ياكلون الخرفانه احياء وكانت الحركه الوطنيه في بدايتها ضدهم الان اصبحوا نجوم كيركبوا في لي رونج روفر واصبحوا سميتو رواد البارات ورواد البارات اصبحوا دي غونغستر كيتزولوا كيتفرعوا على عباد الله وانه المسخ الحضاري كما قال الحسن الثاني ان اخشى ما اخشى عاد البلاد هو المسخ الثقافي الراب تاع عيساوي تاع حمدوش تاع الشحر شعوال رمي رمي لا عصور شنو كيبان لك رمي نعم بحكم ان الشعب غير عقلاني نعم بحكم ان ملايين المغاربه هم اميون ابجديون وفكريون فمن الضروري يلجاوا للخرافات والشعوذ لا بدل ما عندهم الفلوس السحر راه كاين انا لا
شوف انا ككاتب عربي السحر كاين ولا ما شوف انا جوابي انا كاتب عربي مغربي عقلاني علمي لائكي دارويني مالتيسيا عقلاني مير ارفض رفض كاسح كل الترهات والسفاسف والخزع بها الهند الهند لما دخل الانجليز وجدهم ينامون في الطرقات هذه 300 سنه باقي الهند كينعسوا في الزنقه اللي كثر السكان مع انهم ما جاوبتينيش على السؤال ديالك نعم لهم الاف التقاليد السحر كاين ولا ما كاينش؟ يا خش مذكور في القران يذكر في القرآن ويذكر في صحف إبراهيم لا تهم الإنسان المعاصر هذه الأمور هذه المصور الغربية يؤمن بها الناس التقليديون الأركيون أما العقلاء والعلماء والمنطقيون والمتقدمون فإنهم يرفضون رفضا نهائيا هذه السفاسف نعم نعم وغير النظار بعض الناس نظارات بعض الناس نقول لك استثناء المغرب والله إلا كان استثناء التخلف والرجعية والنقص استثناء الإكسكليزيون ماروكان كيضحكوا عليكم ولكن راه كاين عاشوراء راه كاين الاحتفال شنو كيبان شنو كيبان لك في هذه الاحتفالات هذه ديال عاشوراء؟ كل الشعوب البدائيه وغير البلاد تحتفل نحن أمة لا ننفصل عن روح الحضارة العربية الإسلامية التي هي موجتنا وروحنا وليس الشهد فوكلور وعواج وعيدوا استقنوا وصيروا تخباو الهند لها آلاف الآلهة وآلاف اللغات وآلاف المعبودين والتقاليد والفلسفات ولغات السنسكريت والزهاد والصوفية ومع ذلك وهي قوة نووية ومع عندها 300 مليون واحد كينعسوا في الزنقة لا قيمة لإنسان بدون علم ومال خصوصا إذا كان خصوصا المال على كل حال المال على كل أنا لا مال لي ولكن عندي سلطان العلم قال الحسن ثاني مرة إن الشيء بخصوص هذه المسائل التشعوذة والطقوس كي يلوحوا الهيادر على عباد البطاطن لا أبار البطاطن والهيادر وداك الشيء كيرميو السحر في ديك الشعالة اللي كيشعلوا الدراري صغار كيرميو فيها السحر ما عندهاش الفجور فاش تمشي لعند الاستشارة الطبية كتدخل تمشي عند العطار تجمع واحد 30 درهم ما عندهاش 350 درهم باش تمشي عند الطبيب بسيكيات وغير ذاك الشيء قال الحسن الثاني ان بعض الامور قد تكون اصليه قد تكون اصليه ولكن ليست اصيله من هذا الفولكلور تاع يساوي تاع حمدوشيت وتاع الملحون والتخربيق نو سوم دون زونيغ دو لا ديجيتال تقدر تقول لنا تخربيق اسمو التخربيق تخوزع بيلات كل شيء يشحنوكم والاخوان التسامح ألي تسامحنا المجرمون الذين انتهكوا حرمة الإنسان في العربي والمسلم منذ 1947 عليهم أن يعوضهم بما فينا المغرب بما لا يرضوا كما عوضهم الألمان بين الخمسينات والسبعينات في العهد ديالكم أستاذ مصطفى واش كان هذا القنبول والمتفرقعات واش كان عندكم نعم نعم كان عندنا جميل هذا القنبول هذا اللي كاين دابا لا أبدا البحث لقيت أساتذة كيقريو أساتذة كيقريو أستاذات كيشريو لولادهم كيجريو في ربع عمر البارح كنعرفهم في التعليم وداك الشيء بئس الأستاذ بئس الأستاذة اللي يديو داكشي الحراقية الله إلا خزي أنا كان عندنا واحد لقينا ساكن في العمارة شراو هذوك في المحاماة شراو هذوك الشيء كيرمي على كيرمي على ما قدرش يخرج الزنقة قال له لحو عليه دابا هاد الحراقية اللي قلتي انت واش ما خصهمش يشريوها؟ هذه طقوس ترجع إلى الثقافة الصينية، الصينيين قوة نووية ولهم مختبر في الجينات وفي الإنسان والكلوناج والتجارة العالمية، حنا والله أخذنا منهم هذا الشيء المفرقعات صافي قضية المخيخ ديال الله نتعلموا منهم في التجارة والصناعة والاختراع والآداب ولكن هذا راه غير نهار واحد في العام ها؟ نهار الواحد تدميرو باقي ايام السنه زيد على راه ما كلشي ناعس قال لك نحس بفقر بألم الجائع وملايين الناس جائعه منذ 70 منذ زادت تدار 70 عام وهي جيعانه ما كتغدى ما كتفطر ما كتعشى قال لك نحس بجوع الفقراء وملايين الفقراء ما كياكلوش ملايين سي مصطفى شنو الكلمه ديالك لهاد السحاره والمشعوذين اللي كياديو خوتهم المغاربه والمسلمين اش بغيت تقول لهم؟ وجدوا الشعب اميا فاندمجوا مع اميته بالتخريف والشعوذه لان الناس ما عندها والو كدير شي دريهمه ديال البخور ونوض نايض
سير دير فيزيتا ب 500 درهم، سير دير السكانر ودير لي راديو ودير لي زاناليز، الناس كتختصرها من وجهه، ما بغاو يلقى كما قال الزاير عندي ربعه ولا حتى واحد ما بغا يقرا، وين بغاش ملي غتجيبوا الاطباء؟ غتجيبوا من بوركينا فاسو، ملي غادي تجيبوا الاطباء الا ما قريتوش؟ شنو هي الصناعه الصيدليه الا ما كانش عندي شيميست ودي جانجينيور ودي جو سي با كوا، ملي غادي شكون غادي يصنع لكم الدواء؟ شكون اللي غيداوي لكم؟ حتى لما دابا كنضربوا مع سي مصطفى شنو السر ديال هذا الشابو هذا كنشوف فيه علامات البيجو شنو هو؟ كنوعى شويه كنوعى الغرض ديالي ماشي الباس فقط الرساله جمال الرساله ديالك وصلات ولكن دابا هضرنا على الجماليه ديالك والاناقه ديالك من دوق الكاتب والفنان والفيلسوف وكما كان امره يعجبو انا مش يوميا كنمشي للبحيره دابا غنمشي للبحيره نقلب على كتيبه تهتم واخا ما ناكلش ما كان مشكل ونهتم بالهندام ديالي ضد ذوك المسخين لان من لا مال له لا مال له في حدود ولا علم له ما كيغتسلش باش يعوم راه ماشي بنادم والله ما اللي ما كيغتسلش يعوم دابا شنو ناقصك؟ اللي ما كيغتسلش يعوم شنو ناقصك دابا؟ يعبد الفلس مسخ معفون ما عنده لا علم والله لا علاقة له بالأدمية تحياتي لكم وفرصة أخرى إن شاء الله تبارك الله على النهيري إذا مشاهدون قناة شوف تيفي كما سمعتوا معنا هذا الكاتب مصطفى النهيري العربي هذا ضروري سطرلي على العربي يعني الاناقه والجمال صاحب 365 لبسه تكلم لينا على السحر والشعوذه في السبعينات وفي الستينات وفي هذا العصر ديال دابا الله يهديهم الله يسمح لهم حتى لنا مشاهدينا غادي نوصلوا لنا البث المباشر نلقاكم بث اخر ان شاء الله على اللقاء.